السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. وصلنا أخيرا بعد معاناة، بس احنا لفينا على محلات سمك كتير بصراحة، ورحنا لمحل الكتع ده بعد ما وصلت له والله العظيم. قال لي للأسف مش شغالين صولا، شغالين تيك أواي. فالمهم سألت على من هذا الفيديو، قبل ما تكمل كلامك يا حبيبي، من هذا الفيديو أحب أشكر رحاب وجوزها لأنهم هم اللي وصلونا لمحل الكتع وقالوا لنا على مكانه. وبعد ما رحت والله للاسف الشديد، انا قال لي للاسف الصلاه شطبت وشغالين تكاوي. فربطت لي طب وماله هات تكاوي، قلت لها هناكل في العربيه سمك، استحاله يعني. بس احنا وصلنا الساعه 3:30 الفجر، فاللي هو حرام كتر خيرهم والله. فالمهم رحت انا بقى اتمشينا كده، دخلت خالد بن الوليد، والحمد لله ربنا كرمني بمحل بتاع اسماك اسمه حبشي، حبشي في شارع خالد بن الوليد. بصراحه يعني لسه هنجرب بقى الاكل، ان شاء الله يعجبنا، ولو عجبنا اكيد هنبلغكم بكل حاجه بامر الله في الفيديو ده. منصر الصلاح الوالد بصراحه يعني لهم الكاميرا. بصوا يا جماعه السلام صراحة جميل يعني. المكان جوه طبعا المكان فاضي، لان احنا تقريبا احنا زوار الفجر. ف وطبعا احنا زي ما انتم عارفين احنا من القاهره، فالناس ايه طبعا العيال نمت. يعني ادي عمر بينام، ادي استاذ مازن خلاص قفل. صباح الخير مازن. مازن قال مش هياكل اصلا، ومازن للاسف قال مش هياكل سمك بعد ما قعدنا في المحل. بعد ما قعدنا في المحل يقول لا انا مش هاكل سمك. طب يا ابني هتاكل ايه؟ انا مش عايز اكل. طب خلاص الساعه 4 الفجر والله عنده حق. فبصراحه احنا جبنا بقى سمك يعني على قدنا انا ورباب وعمر. احنا ناكل احنا، ولما نخرج بره نبقى ناكله اي حاجه. هو انا عارف ان هو عايز ياكل فراخ، انا عارف ان هو عايز ياكل فراخ، هو حتى من بدري. بص انت قلت رقم كم؟ لا ما تقولش ارقام. من غير ارقام، من غير دعايه واعلان يا جماعه. مش دعايه واعلان والله، بس احنا بقول لهم يعني هو قال ايه. اما نخرج بقى باذن الله، نخلص بقى فاكل ان شاء الله ونخرج، هو نجيب له حاجه ياكلها. بس احنا كده كده عاملين له يعني مصبرين بشويه باتيهات وشويه ظبطناه برضه على الطريق. يعني واكل شاورما. انا ما اكلتش شاورما بقى. انت اكلت شاورما؟ انا ما اكلتش يعني. اكل شاورما فراخ في الريستورانت. فان شاء الله كده اول ما الاكل ينزل بقى نبدا نصور لكم واحنا بناكل، ونكمل بقيه اليوم مع بعض. انا مش هروح من هنا ان شاء الله الا لما اوري الرباب البحر الصبح. ما شفتوش بالليل ان شاء الله. هي طبعا انا جيت لقيت الكورنيش قافل، وفي توسعات كتير في الكورنيش يا جماعه. هعيط والله، الدنيا مقفله يعني بجد. يعني تقريبا المصيف في اسكندريه السنه دي ممكن يبقى صعب شويه، هيبقى مضروب. مفيش بحر. فاحنا ان شاء الله كده هنقعد بقى لحد ما ان شاء الله الفجر ياذن كده. راح اصلي الفجر انا في المسجد، اسيبهم في الفجر على اذان، اصلي الفجر وبعد كده ايه اخدهم ونطلع بقى نقعد على البحر كده شويه. لا لازم نفطر على البحر برضو. عايزه طعميه بالتنجان. مش لما ناكل الاول السمك. يلا اول ما الاكل ينزل يا جماعه هنصور لكم الفيديو، نكمل لكم تصوير. لقد اتى الطعام اخيرا. بعد كم ساعه يا احمد من القاهره؟ اقسم بالله الساعة 8 يا جماعة والله. يعني انا صليت دلوقتي 3 الفجر او الساعة 4 الفجر دلوقتي، بقالنا 8 ساعات تقريبا بنلف عشان يعني السفر بقى والاكل. ان شاء الله بقى يعني ربنا عوضنا الخير في الاكل. ان شاء الله يطلع اكل حلو ان شاء الله بامر الله. هو الرز شكله باين حلو. بسم الله عمر يلا بدا ذوق. انا بقى جايب، بص فضلت خيركم، شوربة سي فود، وادي السمك والجمبري، وادي الرز، وادي السلطه الخضراء. الرز طعمه حلو على فكره بجد والله، طعمه جميل زي بتاع البيت. طبعا استاذ مازن متنمرل على الاكل، ف ماشي والله فطرت نص عمره في طعمه حلو. فهنجيب له فراخ واحنا ماشيين. طعمه حلو فعلا. ايه الاكل يا اخويا؟ ممكن بس عشان اصبر على الشوربه. جمبري كمان طعمه حلو زي بتاع البيت والله. ماشي. سيدي اهم حاجه شغل السيدي يا جماعه، بتغير المود. طعمها حلو. بصوا على ايه بقى، على كابوريا من فوق كده ايه، ومروقه على الحلقه. طعمها جميل بصراحه. يا سلام جميلة؟ تحفة. لا لا طعمها حلو بصراحة. اكل زي الفل والله جميل. ايه الاخبار؟ طمنوني.
ده الدايت على اصولي. يلا اخرت الدم. الدايت كما يجب ان يكون. ده على طول. لا طعم حلو بصراحه. حبه. التتبيله بتاعته حلوه. انا كان نفسي مازن تاكل معانا. والله العظيم هيعجبك. مش عارفه انت معانا ليه. هو كده عامل زي الشريك المخالف. حد يجي لغايه اسكندريه وما ياكلش سمك وجمبري؟ ينفع؟ لا فاتك نص عمرك والله، يا ريت بطوط كانت معانا. بطوط بتحب الاكله دي قوي. مدام هلا برضه لما تنزل ان شاء الله بأجنبيك هنا بإذن الله. لون طعم حلو صراحة. أكل تحفة. نايم مازن. أنا عارف أنت هتخرج بره دلوقتي حتى نفسك إيه؟ هيبقى فايق. لا هينام. هينام؟ بس الكابوريا نبت إزاي؟ صحي. شربة السخون جميلة. لا والسمن كمان. لا السمكية سمكية يعني. بصوا سمكية سمكية. صراحة يعني. أكلهم ما شاء الله حلو. أكلهم جميل هنا. تتبيلة السمك حلوة كمان. أنا شكرا. اوعى توقع على القميص، اوعى. ربنا يستر. أنا بقى أدور على الحاجات اللي تحت كده. أيوه. تعالى. والله أنا الشوربة دي لو اتظهرت ببلاش. جميلة. ما بحبهاش أبداً. سمك طعمه حلو. برضه نازل؟ مش هنعرف كده؟ هو عنده حق. حد شاكل سمك الساعة 4 الفجر غيرنا بصراحة. احنا اللي غلط مش هو. لا. احنا اللي غلط وبعترف. عايزين شاي بعد كده. ندور ما كان نشرب فيه شاي بعد ما ناكل. خلاص الصبح قرب اصلا. خلص اكل بقى كده ونكمل لكم الفيديو. خلصنا احنا اكل وخرجنا بره المحل وجبنا الاستاذ مازن هو اخر. يا عيني بقالك كام ساعه يا مازن صايم؟ حوالي لا مش حوالي، انت لسه واكل من الريست. مش حوالي كتير، حوالي قد ايه؟ مش كتير يعني يا عم مازن. كتير يا جماعه بصراحه، تاني لا حرام الحق يتقال. المحل بتاكل منه اسمه ايه يا مازن؟ والله ما انا باكل بس. واحنا رحنا البازوكا اسمه ايه يا عمر؟ اسمه ديكي. اه ما لقيناش بازوكا، لقينا فروع بازوكا قافله، فده اليتيم اللي لقيناه فاتح الساعه 5 الفجر يا جماعه. فالحمد لله ان احنا لقينا له حاجه الحمد لله يعني، والا يعني كان هيقضيها صيام. طعمها حلو زي بتاع البازوكا يا مازن؟ لا بتاع البازوكا احلى. عجبتوش. مش مشكلة، المهم ان هي حاجة تسد جوعك وخلاص عبال ما نوصل. معلش يا عم مازن بقى. احنا دلوقتي بقى هندور على مكان نشرب فيه شاي، بصراحة هموت على كوباية شاي دلوقتي. احمد عايز قهوة بس انا عن نفسي عايزة شاي. القهوة دي بقى لما النهار يطلع ان شاء الله نروح نشربها على البحر. الصوت هنا عالي قوي يا احمد. صوت اللي عادي. صوت الموتوسيكل اللي عدى جنبك. اعمل له يعني صوت الموتوسيكل ده اعمل له كاتم. هنروح نشرب شاي الصبح ان شاء الله اول النهار ما يطلع كده، نقعد على البحر بقى ونشرب بقى فنجانين قهوه كده عنب بقى زي ما بيقولوا ان شاء الله. يكونوا العيال تنامت. ده اهم ما في الموضوع. مش هتناموا؟ هتقعدوا مأنسنا؟ ده مازن ده عمر خلاص، عمر قفل. مش ده اللي كان نايم برضه في المحل؟ عمر هقول له نام وده صحي. هو ده بياكل بس هياكل وهينام. هياكل ان شاء الله وينام وهيريحنا. هياكل هتلاقيه بينام على طول. امين. هو مازن اول ما يخلص اكل هتلاقيه بينام على طول. هيملى بيتسلطن. هيملى عزيزه. هيملى عزيزه وينام. معلش بقى لو الكاميرا
انت عمال نبص مراجيح مولد النبي، فربنا يستر ونكونوا شايفين الصوره كويس. انا نفسي في مره تكوني راكبه وبتصوري معايا في العربيه وما تقوليش الموضوع ده. ما يا احمد انت ليه بقى؟ لان ده طريق انا لا مسافلته ولا انا اللي عامله. فاحنا بقى ماشيين في الطريق كده ان شاء الله نلاقي مكان كويس نشرب فيه شاي، والصبح بقى تبقى جوله كده رايقه يا احمد لوحدينا. جوله تفقديه على كورنيش الاسكندريه. الكورنيش ما تفكرنيش والله، جمله حلوه. جوله تفقديه على كورنيش اسكندريه اللي ما بقاش موجود. اللي ما بقاش موجود والله انا زعلانه قوي، لان انا جايه مخصوص عشان خاطر البحر، فجيت بسم الله ما شاء الله مش لاقي اي بحور، يعني مش عارفه احنا جايين اكننا في القاهره يا احمد. بس بصراحه ميزه هنا ان المحلات كلها فاتحه، شوف لغايه الصبح كله فاتح، ما عدا طبعا حاجات اللي هي الجاهزه دي والكلام ده او زي بازوكا او الحاجات دي بتقفل، لكن المحلات العاديه الثانيه مشويات او اسماك او كده بيفضلوا فاتحين للصبح، فدي ميزه جميله بصراحه. وبعدين لسه هناكل قنبله. لسه نعم. في حد بيتكلم؟ نعم. هنروح ناكل قنبله لسه. لسه هتاكل قنبله؟ امال انا جايه ليه؟ لا صحيح. ده انا سقفة محاطي عالي قوي. ده وانت هتقولي لي هجيب لك يا بطوط معايا واحدة قنبلة وانا جاية. بس يا رب ما تسيح قبل ما اوصل للقاهرة. تكون ساحت يا احمد؟ طبعا. مش مشكلة، بحطيها بقى في الفريزر تجمد تاني، مش مهم عادي، بس هتعجبك انا عارفة ان انت تحبيها. ايه؟ لا مش تبقى زي بتاعت هنا. بتاعت هنا بصراحة ليها طعم مميز. او يمكن عشان انا بحب البلد هنا. فكل حاجة في بقي اقسم بالله ليها طعم تاني، يعني السمك ليه طعم تاني غير القاهرة نهائي. بصراحة السمك اللي كان البولتي ده طازة. فظيع. طازة. فظيع. والجمبري برضو بشع كده. يعني لا أكل هنا يا جماعة لا يعوض، يعني يا بختكم يا بختكم يا اللي عايشين هنا، أقسم بالله أحلى بلد في الدنيا. فكل حاجة ليها هنا ليها طعم مميز، يعني السمك والقنبلة اللي انا هروح اكلها دي، حتى القهوة فنجان القهوة على البحر اللي طعم تاني والله بجد. مش عارف انا عايز اقعد هنا يا احمد. هنا فين؟ عايز اقعد في اسكندرية بالله عليك بجد والله. انا بعشق المحافظة دي، ويعني مهما سافرت في اي حتة لازم ارجع لهنا، بعشقها. واي مصيف تاني بالنسبة لي غير اسكندرية ما بيعتبرش مصيف قوي، يعني بحس كده ان انا بحس كده ان انا ما اتفسحتش والله. وجات اللحظه الحاسمه، العيال نامت يا واحنا قاعدين نشرب القهوه والشاي. الساعه ده انا لسه ما كملتش بقيه الجمله، ده انا كنت لسه فرحانه. انت لسه صاحي يا جنينه؟ عمر نايم، ما تنام زيه. ده كان مغمض عيني. طب انا بشرب قهوه عشان افوق عشان ارجع بقى القاهره. انت بقى صاحي ليه؟ ترجع القاهرة ايه واحنا لحقنا نقعد؟ لا احنا لسه هنقعد لحد ما الشمس تطلع. ما الشمس تطلع اهي. بس احنا ما لحقناش نقعد. لحظة الشروق إيه؟ جميلة يا جماعة والله لحظة الشروق. ده انا افتكرت ان هو نام وعمر بسم الله ما شاء الله بصوا راسه اهي مقضيها يعني نوم، وقلت خلاص بقى هنقعد براحتنا. مازن خليه يلعن الدراع عشان ما تتكسرش. قلعها بس بالراحة براحة. لا تعوض. هاتها منه هاتها. نام يا عمر نام. كمل نومك. هات يا مازن. نايم بالنضارة وعادي جدا ولا كأنه عامل حاجة. هحطها تحت. ايوه. لحظة شروق الشمس بقى يا لهوي على المنظر. والنبي احمد صور لهم المنظر ده. احنا دلوقتي عند القلعة. قلعة قايتباي. ده هنا القلعة؟ القلعة في وشك هناك. والله؟ شايفها؟ شايفة العلم اللي فوق؟ القلعة. القلعة هناك اهي، وهنا في بس احنا دايما بنجيها بالليل. فلما بنكون في مصر دايما بنجيها بالليل. لا انا اول مره اشوفها بالنهار على فكره. هنصور لكم بقى ايه شروق الشمس. منظر السحاب تحفه مع لون البحر، حاجه خرافه بصراحه. انا مش عايز امشي من هنا. بس انا مش عايز حاجه ثانيه والله، ما عايز حاجه ثانيه. انا هنام عن نفسي في العربيه اقسم بالله. بص كوبايه الشاي دي هتقولي ما فيش شاي عندكم في القاهره يا رب، ليه طعم تاني بالنسبه لي على البحر. المنظر فظيع جدا، يعني الواحد يقعد هنا بقى ينسى اي هموم في الدنيا. سبحان الله. يعني خلي بالك لسه الصيف ما دخلش قوي، ولسه ما فيش ضغط من الناس على اللي هي مصايف في اسكندريه. الجو لسه ساقعه. لكن اهل الناس هنا مشديه. لكن اهل اسكندريه سبحان الله سهرانين برضو للصبح يا جماعه. يعني انا مستغرب والله. يعني عندنا في القاهره ما اعتقدش ان يبقى عندنا، حتى المحلات بتقفل بدري دلوقتي في القاهره، مش اللي هي بتوصل للصبح 24 ساعه كده. للاسف حاجه وحشه. يعني في القاهرة في محلات الأكل بس مثلا ممكن تكون فاتحة، لكن هنا كل المحلات شغالة.
الله جميلة أكبر يعني. بصراحة، جميلة جميلة جميلة، والناس ماشية عمالة تاكل آيس كريم. أي نعم الجو تلج، بس هو بياكلوا احنا آيس على كريم فكرة عادي. سقعانين والله إحنا سقعانين وهم مشتين والله. وبياكلوا آيس كريم. يعني احنا سقعانين. انا الجو فعلا درجة الحرارة انا شفتها، ده درجة الحرارة النهاردة 24 في اسكندرية، يعني شتاء. شتاء. والعيال جايه بنصكم، احنا كنا رايحين على اساس فرح والله بس الفرح قلب قلب اسكندريه، ما سفر. اعرفش ايه السبب. يلا مش مشكلة، تغيير جو والله. وعلى فكرة أحلى حاجة إن الواحد يعمل الحاجات الغريبة دي كده مرة واحدة، ما يكونش فعلا مرتب لها. الرحلات اللي انتم ما تكونوش يعني متوقعينها او عاملين لها حساب اصلا، والله العظيم بتبقى احلى رحله في الدنيا، اقسم بالله. انا بس اللي قاليني كحه الواد اللي ورايا ده، بس خلي بالكوا هو بيكح كده بس بيطلع لك من نهار الكرسي من الناحية ورايا، التانية. بس هو بيكح كده على فكره من القاهره، يعني مش من السفر ولا حاجه، ومن قبل ما نسافر هي هتاخد وقت وتروح، ان تاخد شاء وقت الله. وتروح. صور لهم بقى شروق الشمس يا احمد، استنى ادور لكم الكاميرا كده، اتفرجوا على منظر الشروق كده مع البحر. يا مش عارفه اشوف البحر بالليل والله. انا قلت لك ايه، مش هسفرك الا لما تشوف البحر اه انا صح؟ مش هوديك القاهره لما تشوف ما البحر. حرام يعني، بقى جايين اسكندريه لحد هنا يعني اكلنا سمك وجمبري اي وما نعم، نشوفش البحر يعني؟ ولكن ما شفناش البحر. لا نشوف البحر ونتفرج على جماله وشكله. جايب لكم الكاميرا دلوقتي، ناكل الايس كريم. لسه في مكان لايس كريم؟ امال انا خلاص كده جبرت معايا. امال قولوا لي هتاكل ايس كريم الساعه 6 الصبح يا رباب؟ اقول لكم عادي يا جماعه، مش ملوش ميعاد الموضوع ده، ملوش ميعاد. انا بعشق القنبله، اي حاجه انا جايه فيها، اي حاجه فيها اسكندريه. استنوا اقلب لكم الكاميرا بقى تتفرجوا على المنظر. عارفين يا جماعه احلى حاجه بحبها بجد في كورنيش اسكندريه او اي مكان في اسكندريه على البحر؟ قول لي ايه يا احمد؟ ايه بقى غير المنظر البحر، غير المنظر التحفه اللي انتوا شايفينه ده، الشوارع النظيفه دي. بصراحه جميله 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 جميله. بصوا تحسوا ان قطعه من اوروبا. طبعا هتقولي برضه يا رباب متحيزه لبلدك، هقول لكم احلى بلد في الدنيا. عروس البحر المتوسط. لا ده بص المنظر بجد والله العظيم، يعني لوحه فنيه مرسومه. يعني سبحانك يا رب، سبحان الخالق. عشان برضه اخواتنا العرب يا جماعه اما يجوا ينزلوا يعرفوا هيروحوا على فين. احنا هنا في الشارع اسمه ايه؟ شارع احنا هنا بحري. بحري دي اللي هي ايه؟ هي بحري اسمها بحري في اسكندريه. دي اللي كان بيصور فيها المسلسل بتاع ريا وسكينه؟ معرفش. ريا وسكينه لما كانوا دايما يقولوا احنا رايحين بحري. ممكن هي الحته هي اسمها بحري، معرفش بقى هي دي اللي كان في ريا وسكينه ولا لا. ناكلوا سمك. والله يبقى هي دي. هي دي؟ هي دي بحري يا جماعه زي ما بيقولوا. بس بجد اللي عايش هنا يعني مش عايز حاجه تانية في الدنيا. كفايه ان هو يقعد في المنظر ده بس وما يعملش حاجه تاني. بص اللي هناك على الشمال تحت اللي حاجه باينه حاجه صغيره دي كده، القلعه. معقوله البيضه والله. الصغنونه دي؟ والله بص منظر السحابه يا جماعه عامل ازاي، حاجه يعني ولا اروع ولا اجمل بصراحه. والناس اهي قاعده، الناس سهرانه اهي، الناس ولا قاعده هم هنا؟ ومقضيوها، ناس قاعدين ومقضيينها والله. فعلا الواحد مش عايز يمشي يا احمد، المنظر روعه مع الشاي والقهوه. يا لهوي يا لهوي. انا بفكر انزل واروح ايه ممدد على الرصيف ده. هتعوم والله ولا انا مع ايه؟ الرصيف ده. انا بفتكرك هتقول لي هعوم. هعوم ايه، الجو برد. جو ساقع. تصدق في حد في المايه بيعوم؟ معقوله؟ والله انا شايف بني ادم. لا 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 ده مش بني ادم؟ لا مش بني ادم، بني والله. ادم ده دي كوره في البحر. زي اللي هي الحبال بالخيط بالكور دي. ايوه هم الصيادين نازلين يصطادوا اهو من الصبح بدري. انا افتكرت بني ادم والله. لا بس منظر السحابه اقسم منظرها بالله مع جميل، البحر روعة، حاجة يعني لوحة فعلا فنية والله، روعة. لوحة. لا مع كوباية الشاي دي والله العظيم عملت دماغي يا جماعة. شكرا يا حمادة والله. عشان تفتكريني بقى. افتكرك ازاي ما انت معايا على طول. عامة انت بتفتكريني برضه. بصراحة أحلى يوم في الدنيا بجد، الواحد لما بيكون مش عامل حسابه على رحلة وبتطلع بالجمال ده فعلا بتبقى ذكريات حلوة. بس جميلة والله، المنظر جميل أوي، والمراكب شكلها حلو كمان، وحاجة يعني ولا أجمل ولا أروع بصراحة. عايزة أفطر بقى على البحر هنا. فطار إيه؟ بقول لك إيه، أنا هنام وصحيني الظهر، ما تجيش دماغي. ارحميني بقى، ده أنتوا والله أنتوا واخديني فحت ورمي أنا خلاص بالليل. مش شايف قدامي تاني. فيا أحمد، فيا أحمد إيه؟ تعالي سوق أنت. مش كده أنت جاي يعني المفروض. تعالي اقعدي أنت على الكرسي ده مكاني. وسوق أنت. لا المفروض أنت جاي تبسطني تفرحني كده. ايوه ماشي، تعالي انت سوقي مكاني شويه وسيبينا بقى رايح العربيه شويه. انا هريح العربيه ساعه على الاقل هنا دلوقتي. ازاي يعني؟ زي الناس. انت هتنام؟ هنام على الكرسي مكاني كده وانت تتفرجي بقى على منظر المايه كده والسحاب
طب بصي استنوا، لا استنوا، ما اقلب لكم انبسطي. الكاميرا عشان اتكلم معاكم في الموضوع ده. استنى استاذ احمد بقى عايز ينام دلوقتي. حقي والله حقي ان انا انام، لان انا هرجع سايق، انتوا هتبقوا نايمين وانا اللي هبقى سايق، انا هسيبه. فطبيعي ان انا ارتاح. قلت لك اتعلمي السواقه عشان تقعدي مكاني، لا ما لا ما لا رضيتيش لا لا خلاص. لا 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 انا هسيبه ينام عشان تعرفوا ان انا زوجة مصرية اصيلة، هريح نص ساعه على الكرسي وعمر المجاري نايم. وانت هتتفرج على البحر كده والشروق الشمس والدنيا الجميله دي، اه اصحى نمشي على طول. تشغل لي اغاني بقى. لا تصحى نروح ناكل الايس كريم، مش هنمشي دلوقتي. والله لا اله الا لا الله. الايس كريم قبل ما ينام يجيب الايس كريم. نعم يا حبيبي. ايوه بقول لك ايه، نام انت كمان بقى، رايح عشان الجو مريح. مازن سقف طموحاته عالي عشان يرجع يا مازن المسافة دي كلها عشان الايس كريم صعب. انا عارف. احنا هنسيبه ينام ساعة، هي ساعة يتيمة، أوه. وبعدين نروح للي هو كان اسمه ايه المحل؟ زين. زين؟ اه المحل اسمه زين، اللي هو بيعمل القنبلة ده بالايس كريم بالفاكهة بالكلام ده كله، حاجة بشعة تبقى تحفة يا جماعة، اقسم بالله المرة اللي فاتت لما اكلتها يا لهوي، ايه فظيعة ده؟ فظيعة قمة في الجمال. فظيعة. وبعدين بقى بالبسبوسة بقى، بالرز بلبن، لا بالفواكه. لا آه انا مش عايزة ده كله، اللي انا اكلتها كانت كده. لا ماليش دعوة، انا عايزة فواكه مع مع الايس كريم ماشي بقى. بس. انا بقول اللي انا اكلتها كانت رز بلبن احمد بيحب الخلطبيطة دي. على انا قلت من شوية، بسبوسة على رز بلبن على كلام غريب كده، ايوه، انا ماليش فيه. على فاكهة، على ايس كريم، كانت حاجة تحفة تحفة يعني. لا انا هسيبك تنام ساعة عشان تعرف ان انا زوجة مصرية اصيلة، وتشغل اغاني، ولما تصحى نروح ناكل. شغل اغاني ازاي وانا نايم يعني؟ شغالة بصوت واطي. لا شغلها على تليفونك واسمعها على قدك. انا مش عارفة احمد بيعاملني ايه، اللي المعاملة دي بيعاملني ايه والله، ومش بيعاملني. والله العظيم المفروض يعني احنا جايين نتفرج على شروق الشمس، يصحى معايا يقول لي كلمتين حلوين، عايز ينام. ولسانه انت طيب والله، والف الف مبروك. ايوه. طب وانا سبته ينام يعني، حتى مش عايز اشغل اغاني. لا لا تشغل اغاني ايه، انا عايز ارتاح. ولا اغاني ده يعني هتشغلها ازاي وانا نايم يعني؟ خلاص يا احمد نايم، امري الى الله يا عقلي جماعة. يعني. خلاص 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 انا هسيبه ينام، وانا هقعد اتفرج على شروق الشمس لوحدي وعلى منظر البحر لغاية اما يصحى، ايوه وبعدين نروح نضرب الايس كريم. الحمد لله، اوكي. ربنا يكملك بعقلك. مش عارفة والله احمد بيعاملني المعاملة دي ليه، اقسم معلش بالله. معلش، ماشي يعني. حقكم عليا، برضه ما تزعلوش مني. طب خلاص يا جماعة، انا هسيبه هو بقى يريح ينام شوية، وانا اتفرج على شروق الشمس دون، والفيديو ده اكيد طول عليكم برضو. والله سامحوني، بس انا مش عايزه اي حاجه في اليوم الجميل ده تفوتكم، عايزاكم تتفسحوا معايا، لان انتوا عارفين ان انا بحب اشارك معاكم اي لحظه حلوه في حياتي، بحب اشاركها معاكم. احنا بقى نصور لهم طريق السفر واحنا راجعين بقى، واحنا راجعين بقى ونجيب القنبله ساعتها. اه مع طريق السفر كده، عشان لو ما جابليش القنبله افتح فيديو وابقى مشاهداكم عليه. ماشي، اشوفكم على خير يا جماعه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.